المكرونة كورونا ايش مع ايش؟ عند العيلة مع الشم. بس لنفسك انت؟ عند العيلة. العيلة كلها. خليني اكفل الباب لانه بتكلم ايش اليوم جبت زياد في موضوع الفيديو حقي، لانه بتكلم عن الاولاد وعن التربية. حاجة مختلفة تماما عن اني انا اكبر ولد او اني اجيب طفل على الدنيا. التربية اعطيله مفاهيمي، اعطيله قيمي، اخلاقياتي، اعلمه اشياء او اوعيه على اشياء. والوعي اهم بكثير من الثقافه. تلاقي كثير ناس مثقفه لكن ما في عندها وعي. جتني حاله انه ولدها في عنده ADHD اللي هي التوتر الزايد، وانه ما بيقدر يركز في دراسته كويس، وانه ما بيتحمل المسؤوليه. ايش الام بتعمل عشان يطلع ولدها بالطريقه دي؟ مثلا ولد غير مسؤول، هل انا بعطي له فرصه ان هو يتحمل مسؤوليه نفسه على الاقل؟ اللي ابغى اتكلم عنه فتره المراهقه، الولد والبنت ايش بتكون احاسيسهم، عشان الام تقدر تتفهم ولدها وتعرف كيف تتعامل معاه. الولد او البنت في المرحله هذه يبغوا يثبتوا شخصياتهم بتتكون، يصير مسموح لهم انهم to get exposed، انهم يشوفوا اشياء، انهم يطلعوا لحالهم، انهم يقعدوا مع اصحابهم لحالهم. ما ممكن نخنق الولد والبنت. الولد في المرحله هذه بيبتكر اشياء، بالعكس انا انمي عندهم مساله انهم يطلعوا بافكار جديده، انهم يطلعوا بتصرفات جديده. مش لازم نحترمهم، نحترم رغباتهم، نحترم تفكيرهم، نتفهمهم، نتكلم معاهم الاشياء اللي ما حد ضرهم نطنشها. وفي نقطة مهمة، دايما تلاقي الأم أو الأب يبغى يشوف نفسه في ابنه. يعني مثلا الأم ما قدرت تحقق دراسة معينة تبغى بنتها تدرسها وتكون ناجحة. طب ما اختلفنا، بس هل هي حابة التخصص هذا؟ الولد نفس الشيء، أبوه يبغى يستلم الشغل من بعده، يعني لازم يدرس نفس التخصص حقه. طب هل ابنك يبغى هذا الشيء او يبغى شيء ثاني مختلف تماما؟ ممكن انا اوجه، ممكن اقول انه حسب، يعني اراقب الطفل، اشوف ايش ميوله، ايش اهتماماته، وعلى اساسها ممكن اقترح، لكن ما افرض، ما ارغم. ولما طبعا بيوصل 20 21، انا خلاص، انا مهمتي انتهت. الله خلقنا احرار، ما اقدر اجي أأنب ولد بلغ السن القانونية وأهدده بأنه ممكن ربي يغضب عليك لو أنت سويت كده، أو قلبي حيغضب عليك، أو أنا ماني راضية. أو بلاش الأبيوز هذا، ما هو في صالح الشخص. بتلاقي الولد مسكين الكتم وما يبغى يزعل أمه ولا أبوه، ولا هو عاد قادر يطلع الكرياتيفيتي حقته إنه هو يبتكر أشياء ويسوي أشياء جميلة وممكن ينجح فيها ويكون من أنجح الناس. يعني كيف بتلاقي في رجال أعمال ولا لهم علاقة بآبائهم ونجحوا وانشهروا وعملوا خير كثير؟ لازم التجديد، ولازم كل يوم أشياء جديدة بتطلع، ما بالك بفرق أجيال. يعني إلا ما حيطلعوا، أكيد حيطلعوا بأشياء جديدة وأشياء بتكون حلوة. إذا أنا أمهم ولا أبوهم ما أدعمهم، وما حتى لو ما جات على خاطري، أنا المهم عندي إني أنا أنصح. هذا واجبي، أنا أنصح، لكن ما أفرض وما أجبر. هو له عقليته، له، وفي النهاية أنا اللي مربيته. يعني أنا زارعة فيه أشياء كويسة، فخلي يكون في ثقة إنه ابني بإذن الله قادر يعمل اللي هو يبغاه. بنتي حتنجح في المجال اللي هي اختارته. أحملهم المسؤولية، أنتوا اخترتوا طريق غير اقتراحي، حتتحمل نتيجته. في consequences لمواضيع معينة، أنا علي بس أوضح الرؤية وأوضح الصورة وأنصح وأتكلم. غير كده أنا مش من صلاحياتي أبدا إني أنا أتدخل. إذا يبغاني أتدخل أتدخل، غير كده ما أتدخل. بالعكس، أقعد أمدح وأقعد أشجع وأدعم.
ما في حاجة اسمها إنه ولد عاق، في حاجة انعملت مع الولد خلته بالشكل هذا. فليش نخلي ولد عاق ولا نخلي بنت عاقة؟ أقرب منها، أسمع لها، حتى ساعات لو بتعمل حاجة غلط بلاش تروح في حضن ناس تانيين أو صحباتها أو اللي هم إنه تروح تفضفض لهم. معليش أتحمل أغلاطها، أبلعها، أحاول أقومها، أنصحها، أدعي لها، لكن مش الحل إني أنا أخذ موقف وإنه يا إما تسمع وتنفذ كلامي يا إما ما ينفع الكلام، يا إما أنا غضبانة عليك اليوم الدين أو أنت يا إما تتزوج البنت هذه يا إما. طب ما ممكن البنت اللي هو اختارها تنهدي على يده وأنت بتبغى تتزوج شخص ما هو مسلم وأسلم؟ طب هذه يعني كسبتها أجر وثواب عند ربها. يعني في ممكن مفاهيم تكون مختلفة، يريد الواحد يستوعبها. إن كبر ابنك خوي، هذه مقولة رائعة جدا. مو لازم يمشوا زي ما أنا أبغى، لهم شخصياتهم، لهم كيانهم، بتنبني هذه الشخصية وحتصير بكرة من أروع الشخصيات لما أرويها صح ولما أتفهمها وأستوعبها ويصير في أخذ وعطاء ويصير في كلام، مش أنفرهم مني وأهددهم بغضب ربي عليهم لأن أنا قلبي غلطان. ليش أساساً القلب يغضب؟ في أولاد بيحبوا هم يجربوا بنفسهم، وفي أولاد بيحبوا ياخذوا تجارب غيرهم يستفيدوا منها، لكن مش معناها اللي يبغى يجرب معناها إنه غبي ولا لا لازم يسمع الكلام. كل واحد تجربته، كل واحد طريقته، كل واحد أسلوبه، كيف الدنيا بتتطور، إنه الجيل الجديد بيجيب أشياء جديدة والجيل اللي بعده بيجيب أشياء جديدة والجيل اللي قبل جاب برضو أشياء جديدة غير الجيل اللي قبل، وكده الدنيا بتتطور وبتصير أفضل. وفي أشياء إذا في أشياء ممكن تطنش أطنشها، يعني إذا ما هي مؤثرة على مصلحته هو مش على مصلحتي أنا، على مصلحته هو مش مشكلة. أنا ما لي صلاحية إني أفرض نفسي على أولادي عشان أمهم، ما هو عقاب. ليش بلاحظ بعض أهالي زي اللي بيعاقبوا أولادهم إنه أنا أمك وأنا أبوك ولازم تسمع كلامي ولازم تنفذ رغباتي ولازم الإيجو حقي كده يتشبع بإنه لازم تسمع كلامي؟ ليه؟ طب هو عنده فكره وله شخصيته وله كيانه، يعني الواحد يحترمهم ويقدرهم ويستوعبهم والواحد يعني to believe in them، هذا مرة شيء حلو، شيء رائع. دائما الواحد يعطي إحساس للأولاد إنهم محبوبين، الواحد دائما داعمهم ودائما معاهم ودائما في صفهم. ما أقول إن الواحد يعني حتى لو الولد بيعمل حاجة غلط معناها إنه أنا أساعده في الغلط، لا، يعرف إنه أنا رأيي مش مخالف لرأيه لكن بحبه، وحتى لو هو شايف إنه هذا الطريق صح في عواقب أقول له إيش هي العواقب أو أوضح له رؤية أخليه مدرك، لكن هو في النهاية هو حر ولازم يفهم إنه هو حر وإنه هو مسؤول عن تصرفاته، مسؤول عن نتائج تصرفاته، إنه النتائج حتكون كذا وكذا 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 من غير ما أنا يكون لي دخل فيها. أنا فخورة بيهم حتى لو ما سووا أي حاجة، أولادي فخورة فيهم دائما، بس مش إني ما حكون فخورة بيهم لما يعملوا تصرف معين هم مقتنعين فيه. ليش أدخل نفسي أنا في الوضع؟ خليهم يعيشوا حياتهم، خليهم يجربوا، خليهم يندلعوا، خليهم يعرفوا. زي ما أنا فهمت من التجربة إن وضع زي كده ما ينفع، وضع أنا علي أنصحهم وبس، هم أحرار، الله كده خالقهم. ليش أنا أبغى أغير الكون وأغير طبيعة البشر إني أنا لا سمح الله كأم وكأب أكبت؟ يمكن اللي هم بيعملوه هذا حلو وكويس وفي منه فائدة، يعني خليني أكون خلي ذهني متفتح ونفسيتي متفتحة وعندي ثقة فيها. الثقة ترى بتعمل معجزات، ولما الواحد يشجع ولده على الأشياء الطيبة اللي بيعملها ترى حتى الأشياء السيئة إذا كان حصلت أو تصرفات سيئة بتروح، لأنه بطبيعته يبغى يكون عند حسن الظن.
فمش مش الاسلوب انه انت سويت كذا وانت سويت غلط وانت لا تعمل كذا ويا ويلك لو سويت كذا وحغضب عليك لو عملت كذا. يعني ما هي اسلوب لي اني انا اكسب ابني ولا بنتي، ولا المساله ما هي فرض ولا هي غصب. انا بنيت هذه الشخصيه عشان تعرف كيف تتصرف وتكون مسؤوله بكره، وتكون مسؤوله مش عشان مع القوم يا شجره ما في شخصيه وما في احساس بالمسؤوليه وطلاقات عاد ومواويل وتخلي عن اولاد. وانا ما ابغى كذا الاولاد يطلعوا، ولا احد فينا يبغى اولاد يطلعوا كذا. فالواحد يبغى يبني الشخصيات هذه بانها تكون مبسوطه وسعيده وتتحمل مسؤوليه وعشان حياتهم تصير اسهل، وعشان يقدروا يواجهوا تجارب مختلفه في حياتهم بنجاح وبطمانينه وبوعي، وانهم يحسوا ان هم انجزوا وعملوا حاجات رائعه من خلال مفاهيمهم وبحثهم والمعلومات اللي عندهم وتجارب غيرهم برضو. بس ما افرض، الله ما قال لي افرض، الله ما قال لي اغصب، الله قال لي افكر، الله قال لي افكر، الله قال لي اتدبر اجرب، يمكن اكون غلطانه وابني يكون صح. مش غلط تبدي بفلي انا كأم وكأب. Thank you.